أحد التلاميذ المميزين في المدرسة التمثيلية للزعيم عادل إمام، شارك معه في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، هو النجم أحمد التهامي. لم يكن الاتجاه للفن هدف التهامي الذي كان طالبا متفوقا في كلية الهندسة، حيث قرر التهامي استكمال دراسته في كلية الزراعة والاتجاه للتمثيل بعد أن رشحه المخرج شريف عرفة في مشهد بفيلم الناظر مع الراحل علاء ولي الدين عام 2000. أنا شفتك فيها قبل كده، ما؟ هو في إيه يا كباتن؟ أعمل نفسك ميت، أعمل نفسك ميت. كابتن، كابتن، هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمة ولا إيه؟ للتهامي العديد من الأعمال المميزة مثل أفلام الزملكاوية، شبه منحرف، بوشكاش، شعبان الفارس، عمر وسلمى ثلاثة، أمير الظلام، بدر، الناظر، وعمر خريستو، ومسلسلات مثل كابتن أنوش، هربانة منها، وش تاني، يا أنا ينتي، فرقة ناجي عطلة، العيادة الجزء الثاني، تامر وشوقية الجزء الثاني، كلبش الجزء الثاني، وقيد عائلي، وقمر هادي، كما شارك في مسرحية بادي جارد. ويعد مسلسل فارس بلا جواز مع المطرب مصطفى أمر أحدث أعماله والذي سيتم عرضه في رمضان القادم. وللزعيم عادل إمام مكانة خاصة في عقل وقلب التهامي الذي كان محظوظا لمشاركته في العديد من أعماله الفنية، فمن ينسى دوره في التجربة الدنماركية وفرقة ناجي عطلة ومسرحية بادي جارد. لم يترك الفنان الشاب مناسبة إلا وتحدث عن الزعيم الذي أثر في شخصيته وساهم في حبه واحترامه للفن ولقيمته ورسالته. أحمد التهامي فنان السهل الممتنع، استطاع أن يترك علامة في قلب المشاهد وفكرة في كل عمل فني يقدمه بسلاسة أدائه وصدق إحساسه وبساطة التعبير. ايام بتاعت الزمن الجميل اللي كانت بتطلع من القلب كده تشرح القلب، الواحد كان بتديله حماس. احترامي لحضرتك، الدنيا كلها تقطع اللحمة الا انا لو عملت كده هبوظ اللي بقالي سنين بعمله وجسمي هيروح. صحتي ما بقتش زي زمان وكل مدى في الناس، انا تعبان يا باشا. امروها انت كل تهم. كونتينر عضلات وفي نفس ذات اللحظة واحد من أطيب خلق الله. يعني الهيئة العامة ممكن يبقى فيها شبهة إن الشخص ده ممكن نتيجة القوة المفرطة يكون في شكل من أشكال الافتراء، ومع هذا واحد من أكثر الفنانين التزاماً واحتراماً وتواضعاً. أحمد التهامي منور الدنيا وصباح العسل. ربنا يخليك، صباح خير يا كريم، صباح خير عليك. مبسوطين إنك معنا وأنت أهلاوي عظيم، يعني في تاريخ مع النادي الأهلي. ربنا، أنا مبسوط جداً وسعيد وتشرفت إن أنا معاك، وصباح الخير على جمهور النادي الأهلي وصباح الخير على قناة الأهلي. صباح الخير عليك. وخلينا بقى معلش كده نبدا، يعني نرجع لورا شويه، لان انت فيك بصراحه ودي مش مجامله فيك ميزه، ان ممكن الشكل يكون بيحط او بيجبر المنتج او المخرج بادوار معينه، ولكن انت كسرت ده، اتعملت ادوار مختلفه كتيره جدا، يمكن كانت البدايه كده بس انت نجحت في حاجات برضو يا احمد كتيره وادوار مختلفه. ف ازاي يعني الموضوع اكيد مش سهل؟ لا طبعا، هو مش سهل فعلا، زي ما انت بتقولي حضرتك ان انا في قالب معين كنت محطوط فيه، وطبعا يرجع الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى للاستاذ عادل امام، لان هو الحقيقي اللي شاف الموهبه اللي عندي، وهو اللي حطني على الطريق، وهو اللي قدمني، وهو اللي شاف مثلا ان انا عندي موهبه. ويعني انا اول حاجه اشتغلتها مع استاذ عادل كان فيلم امير الظلام، واعتقد ان هو كان سنه 2000، وبعديها بسنتين لقيته هو بنفسه بيكلمني، ودي عظمه استاذ عادل امام. وعلى التجربه الدنماركيه، على التجربه الدنماركيه. يا اخي الفيلم ده حدوته لوحده. صحيح، يعني اكيد طبعا اشتغلت مسرح وسينما مع وتلفزيون مع الزعيم عادل امام اكتر من مره، بس تبقى التجربة الدنماركية ده فيلم استثنائي. يعني صحيح، يعني حتى الناس دلوقتي يعني مثلا مشاور عليا يقول لك اهو بتاع التجربة الدنماركية. طبعا
هو حقق يعني نجاح مش بس في مصر عربيا بشكل كبير صحيح. جدا لا يعني حاجه كده يعني هو ده الشغل مع استاذ عادل امام ان هو بيبقى جواز سفر ليكي في الدول العربيه طبعا. وانتشارك في الشارع العربي. فاستاذ عادل حتى كمان واحنا انا فاكر اخر يوم في التجربه الدنماركيه واحنا بنصور وهنا بقى كان تلمس ان انا عندي ادوات وعندي موهبه فقال لي تهم انا عايزك معايا في المسرح. فانا اشتغلت مسرح مع استاذ عادل بعد ما صورنا التجربه الدنماركيه مش قبل يعني أوكي. فانا حتى اتخضيت لما قال لي ان عايزني اشتغل معاه في المسرح. فقلت له استاذ انا مش عارف. قال لي مش عارف ايه وانا بعزمك على العشاء يعني عادل امام بيقول لك عايزك معاك في المسرح. فقلت له استاذ عادل يعني انا عمري ما وقفت على المسرح وانا ما اشتغلتش حتى مسرح لهوايه يعني خالص. فيوم هقف على المسرح يعني هقف على المسرح احتراف وقدام استاذ عادل امام فدي حاجه صعبه حقيقي. كان يعني قال لي ساعتها انا فاكر قال لي انت عندك موهبه بس لازم المسرح هيخليك متمكن من ادواتك صحيح. وهيخليك عندك اتزان في التمثيل لكن حقيقي استاذ عادل يعني صاحب فضل كبير عليا واكتر يعني معلش هو الاسئله دي بتبقى كليشيه بس بنبقى حابين احنا كجمهور نعرف من الادوار اللي بجد يا احمد حسيت ان انا داخل امثل الدور ده بس انا حابه يعني ما ممكن ادوار كتير تتعرض عليك بس مش كل الادوار صحيح. اللي بتمثلها انت بتبقى شايف نفسك انا عايز اعمل الدور ده كان ايه تحديدا؟ والله حقيقه يعني هو طبعا ادواري مع استاذ عادل امام يعني طبعا بتبقى عارفه انت اللي هو بتحسي ان بعد مشوار ان ربنا بيكرمك بجائزه كبيره جدا وهديه كبيره جدا انك تشتغلي ولو مشهد مع استاذ عادل امام طبعا. فالحمد لله كان ليا نصيب طبعا في السينما وفي الدراما في المسلسل زي فرقه ناجي عطا الله طبعا. ده كان قمه سعادتي لما استاذ عادل امام قال لي انت هتبقى واحد من اعضاء فرقه ناجي عطا الله. فمش عايز اقول لك يعني بيحبك عايز اقول لك قعدت اصلي ويعني واشكر ربنا فوق الوصف مش عايز اقول لك يعني احساس كان عامل ازاي. طبعا من الادوار بقى كمان اللي انا بحبها قوي مثلا يعني دوري مثلا في كلبش يعني ليه؟ لان انا لما اتعرض عليا كلبش وجالي الورق فقالوا لي دور عوض فانا فاكر يعني قلت دور ضابط بوليس فانا نفسي اعمل الادوار دي الادوار البطوليه واجسد الدور البطولي لابطالنا من الجيش والشرطه وانت يعني اللي ما يعرفش انك ممثل هيقول والله طول عمري اقول دايما يعني وطول عمري اقول دي امنيه حياتي ان انا نفسي اعمل الادوار دي من قبل ما يتعمل مثلا كلبش والاختيار دايما اقول نفسي اعمل الادوار دي فاهم. فجي بقرا الورق لقيته عوض ده صعيدي واحد صعيدي فعمال اقرا ان هو دور صعيدي واحد غلبان وعايز ياخد طار اخوه في تمثيل يعني في تمثيل وبتكلم لهجه ثانيه وشكل ثاني. فاول حاجه انا رحت مكلم طبعا استاذ باهر دودار المؤلف فقلت له استاذ باهر انا الدور اللي جاي لي دور عوض. قال لي ما انا كلنا شايفينك في الدور ده. قلت له طب ازاي صعيدي بالشكل ده؟ فقال لي الصعيد انا قال لي انا صعيدي فهو وباير برضه بيضاني وبتاع. فقال لا احنا فكلمت ساعتها امير قلت له طبعا النجم امير قرر اخويا وحبيبي. قلت له امير انا هعمل دور عوض. قال لي كلنا شايفينك تعمل دور صعيدي. وكلمت ساعتها طبعا استاذ بيتر ميمي فقلت له اولا انا مش هسالك على الدور. قلت له اولا انا عايز اجي ابوسك يعني ان اداني فرصه في نظره مخرج. ما هو ده مخرج فنان بجد عايز يشوف كل ممثل معاه بدور تاني مختلف ما عملوش قبل كده يعني مش هو جايبه في يطلع الامكانيات اللي عندك اللي لسه ما طلعتش او ما ظهرتش اللي انت ممكن نفسك ما تبقاش اصلا عارف عنها. صحيح ده حقيقي يعني مثلا لو كان حد عرض علي يعني كنت قاعد افكر وبتاع لكن انا كنت فرحان جدا بالدور وبعدين كنت مستمتع بقى وانا رايح الاستوديو ان انا هصور وهشتغل. بس طبعا اول يوم ده انا مش عايز اقول لك يعني يوم صعب يعني ان هتعمل دور تدريب على اللهجه اصلا بس فكره ان انت خلي بالك السي في بتاعك حتى ايه في الاخر مكلبس وقد كده مليان بادوار ذات مساحات متفاوته بس كل دور منهم علم مع الناس لان انت واقف في الدور ده او من خلال الدور ده واقف قصاد نجم زي النجم عادل امام او واقف قدام كاميرا مخرج مختلف زي بيتر ميمي. ففكره ان المساحه ما بتفرقش برده من الحاجات اللي تستحق عليها التحيه لان انت بتسيب بصمه ايا كان عدد المشاهد اللي بتشارك فيها. مشاهده عظيمه طبعا. لا دي حقيقه انا بقر واقع اقسم لك بالله. والله هو 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 فعلا زي ما احنا يعني انت طبعا عارف طبعا كريم ان مساحه الدور مش هي الـ 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 ساعات النجم بره بياخد جايزه اوسكار على مشهد طبعا معين. فهو
مهم جدا طبعا انك انت بتشتغل في عمل كبير وعمل مهم خلاص، دي رقم واحد. رقم اتنين ان مثلا ان المشهد ده هتعمله بس مشهد مؤثر، بالدليل ان مسلسل الاختيار كان فيه نجوم ضيوف شرف كتير. صحيح. يعني ما ننساش مثلا محمد امام لما عمل طبعا دور في الاختيار، احمد صلاح حسني لما عمل دور، فكل نجم لما بيجي يعمل دوره في مشهد ومشهد حلو في طبعا عمل كبير فخلاص بيتشاف كويس طبعا. فمساحة الدور مش هي المتحكمة في الموضوع يعني. طب احمد في يعني دور بصراحة اتعرض عليك ورفضت، حسيت ان ده مش هيضيف هينقص بصراحة؟ كتير في البدايات طبعا، يعني كنت بحاول ابعد طبعا في البدايات كمان، يعني البدايات هو الفترة اللي انت عايز انتشار فيها انت كنت بترفض في البدايات، ما يعني ما كان عايزين مثلا طول الوقت، ما هو انت زي ما قلتي انت ستيريوتايبنج خلاص، انت موجودة في الوسط وما فيش حد يعني شبهك لا في الشكل، في طبعا بتكلم على الشكل الجسماني يعني ايوه مش بتكلم على الشعر المسبسي لا ولا من غير سبسبة يا برنس انت عامل شغل الله بصلي على حبيبي حبيبي لا كريم زي العمر. فكان بيتعرض عليه حاجات كتير قوي، فكنت بقول لا ده مش هينفع، ده هرفضها، لا هحس ان هي مش عجباني، فكان ده بيحصل كتير قوي في الاول. كويس ان كان عندك قوه الرفض حتى وانت بتبتدي مشوارك، لان مش كل الناس بيقدروا يقولوا لا في وقت زي ما نهاوند بتقول لك بيدوروا فيه على الانتشار. صحيح. فدي ما كنتش فاهم احمد ربنا. لا لا كويس حتى لو كده برضه احمد ربنا كويس ان في الاخر نتج عن ده ايه انتقاء مميز للادوار زي ما كنا بنتكلم شويه. طبعا الله. في حالتك انت توابي احنا عندنا ملفات كتير الحقيقه ممكن نتكلم معاك فيها. يعني طبعا اهلاويتك المفرطه وسفرك ومتابعتك لكل اللي يعني ما هو متعلق بالنادي الاهلي، ادي ملف طيب. ملف ممارستك انت شخصيا للرياضه، وبيخيالي دي برضو ممكن تبقى نقطه مهمه وملهمه لناس كتير من اللي بيتفرجوا علينا، فكره انت بتمارس الرياضه قد ايه يوميا، كم ساعه، نظامك الغذائي، يعني ايه اللي قدرت تعمله او ايه اللي عملته عشان توصل في الاخر للفورمه الحلوه دي بسم الله ما شاء الله. حبيبي يا كريم طبعا انت قلت حاجات كتير قوي. بص يعني طبعا انا انت عارف الوسط الفني، بس انا اصدقائي اكتر طبعا في الرياضه، وطبعا لعيبه الكوره ولعيبه النادي الاهلي طبعا اكتر، وارتباطي بالنادي الاهلي طبعا. والنادي الاهلي انا مش هقول شعارات كبيره عن النادي الاهلي، بس حقيقي النادي الاهلي مؤسسه كبيره ومنظومه محترمه من ايام الكابتن صالح سليم لحد طبعا الكابتن محمود الخطيب يعني. ومنظومه دايما انت عارف ايه يجي يقول لك ايه النادي الاهلي خلاص اللعيبه، يعني كان في جيل بركات وعماد متعب والجيل الذهبي وبتاع، وقال لك خلاص الاهلي احنا عندنا جيل دلوقتي اجيال بتسلم اجيال. هو ده النادي الاهلي، وكان زمان كابتن محمود الخطيب وكابتن طاهر ابو زيد. يعني انا فاكر وانا صغير طبعا بيبو ده واحنا اطفال كان حلم طبعا، فاحنا كنا انا كان عندي فاكر من 5 سنين يعني، وكنا بنعيط عايز اروح اشوف بيبو في الاستاد، وكان ماتش ووالدي ساعتها اخذنا، وكان اول واخر مره اروح الاستاد من زمن يعني. طبعا رحت الاستاد بعد كده، بس انا بتكلم على عمر وزمن ان انا اروح اشوف بيبو كابتن محمود الخطيب طبعا. فكان بالنسبه لي حلم. فطبعا انا ارتباطي اكتر بالرياضه طبعا، فمعظم حتى اللعيبه والمدربين عارفين ان انا رياضي، فارتباطي باللعيبه دعم حبك للرياضة حقيقي. والرياضة كمان يعني هي بالنسبة لي ما بقتش مجرد لا يعني اسلوب حياة، لا هي الحياة بجد يعني. الرياضة مهمة جدا، وبالدليل دلوقتي ان خلاص يعني الثقافة الرياضية بقت منتشرة دلوقتي طبعا. يمكن كان الاول مش موجودة حتى في الوسط الفني عندنا كريم. صحيح. خلاص بقى كل النجوم دلوقتي بيمارسوا الرياضة، عايزين يبقى في ستايل والنجمات كمان يعني. فالرياضة مهمة جدا، والنظام الغذائي واسلوب الحياة كمان، وحياتنا كفنانين هي فيها طول الوقت ستريس شويه وضغط. وانا عندي سؤال ليك بقى بصراحه، احنا بنشوف ده في هوليوود لما يجي مثلا دور لفنان او فنانه يتطلب منها ان هي تتخن قوي تخس قوي، ده بيحصل، حد يحلق شعره. لو جالك دور انك تخس تماما ايوه وتفقد كل العضلات اللي انت ممكن تكون عمرك بتشتغل عليها، هل ممكن تعمل حاجه زي كده احمد بصراحه؟ طبعا يعني هو طبعا مجهود كبير جدا طبعا. يعني ده طبعا يعني جينا في كلبش المفروض ان هو شاب غلبان ومكسور وبتاع وحاجات ومن اسره بسيطه، فكان ما ينفعش موضوع العضلات، فحاولنا نخفيها طبعا
ان انا بطلت طبعا التمرين وان انا عملت دايت عشان ما يبانش طبعا تفاصيل العضلات، وابتديت البس حاجات تحت الهدوم عشان يبان التخن. فرقة ناجي عطا الله لا كان بتعتمد على برضو الشكل الجسماني والقوه، توامي ده كان شخصيه قويه جدا، فانا قعدت في معسكر سنتين، يعني عشان كده لما بيجي بس اقول لك ايه معسكر شهر او فتره اعداد شهر، فانا قعدت فتره اعداد سنتين متواصلين لان فرقة ناجي عطا الله كان مسلسل صعب ومسلسل كبير وتقيل، فعاده حسب الدور هو عايز ازاي، يعني اب للموضوع ده يعني. انت عارف الحلو كمان من ضمن التفاصيل حلوه كتير تخصك يا تهامي، فكره ان انت برضو كسرت النمطيه بتاعه المخرجين اللي بيستعينوا بفنانين معينين في ادوار بعينها عشان مواصفاتهم الشكليه والجسمانيه. يعني انت شفنا لك ادوار كتير سينما وتلفزيون لا فيها اداء تمثيلي، وفي بعض الاحيان او في كتير من الاحيان حتى مسلسلات وادوار كوميديه، وكوميديا فن صعب مش كل الناس يقدروا يحققوه عند المتلقي او عند المشاهد، فانت كسرت الحته دي، ما يعني ايه صعبت مهمه اللي حاب يحطك في ادوار نمطيه بان انت كمان بينت الجزء اللي هو ايه الامكانيات التمثيليه اللي عندك، فده حلو برده جدا يعني، كان حظك حلو في التفصيله دي حقيقه يا كريم. طبعا انت طبعا الدور اللي انت بتتمناه دايما طول الوقت مش هيجي لك زي ما انت عايزه، ولا الدور اللي انت شايفه الورق بيبقى مختلف، قصه انت اللي بتحاول على قد ما تقدر، وانت طبعا فاهم ده بتقعد تطعمه وتبتدي تحمل حاجات وتبتدي تشتغل على الشخصيه وتبتدي تحط لها ملامح، ساعات كتير بتجي لك ادوار مش محطوطه طبعا هيستوري ومش محطوطه ملامح ليها، وبتقعد تشتغل فيها على قد ما تقدر، وبالذات لما يبقى معاك مخرج كبير ومؤلف مهم كمان بيبقى الموضوع تقدر تعمل تواصل، بس طبعا ده ما بيبقاش متاح طول الوقت طبعًا. يعني طبعا ساعات بتحط حاجات صغيره، وساعات في ناس تانية تقول لك لا والله انت لا ده هو زي ما هو مش هتقدر نحط فيه الم، فبتبتدي بقى تعمل تتاقلم يعني تتاقلم، بس في التمثيل بقى يعني تبتدي بقى انت تاخدها في الشكل مثلا يعني ما هو انت ساعات بتيجي تلاقي مثلا فعلا مساحه الدور صغيره حقيقي، يعني انا مش قادر اتكلم عن ادوار معينه بس اقول ساعات بتيجي تلاقي مساحه الدور صغيره ومش عارف تتحرك وجنبك ممثلين كتير فازاي هتفرض نفسك، فطبعا يعني هنا 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 المنافسه اللي ايه زي ما بيقول لك المنافسه الشريفه الشريفة. فبتقعد بقى بتعمل حاجات بتغير في الشكل في اللبس بالطريقه، فهو ربنا ساعتها طبعا اللي بيكرم الواحد يعني. انت الشغل بقى اللي هو الهندسه كده انت بعيد تماما عنه ما لا يعني بصي الهندسه طبعا انا كنت بحبها جدا، دراستها صعبه جدا مبدئيا جدا، بس انت ليه طب دخلت درست هندسه وانت عايز من الاول تمثل يعني؟ والله انا طبعا لو شهاده لازم ولا لا والله انا ما كانش في دماغي خالص الهندسه وما كنتش بحب المذاكره، امال ايه الكورس يعني بس كنت امال لو بتحبها كنت هتدخل ايه يا بس كنت شاطر يعني ما يعني يعني انا كنت احب البيت قوي، فما يعني كان خروجاتي قليله يعني انا ما خرجتش غير يعني بدايه التمثيل بقى ابتديت اخرج وبتاع، وفي البدايه يمكن انا عملت اعلانات فهو ده اللي ابتدى ايه يخرجني من البيت، لكن الاول كنت بقعد في البيت وبتاع ما كنتش بذاكر، بس كان الرياضه معايا اذاكر قبل امتحان بس خلاص انا بعرف. فلما جت الهندسه بقى والدتي هي اللي كانت عايزه اخش الهندسه والله يرحمها رحمه الله عليها وبتاع وبس، لكن الفن طبعا اخذني الفن ما مارستش يعني الشغل لا خالص يعني لا خالص. على كل حال احنا لسه عندنا محاور كتيره جدا ولسه اسئله ولسه صور ولسه تعليقات حضراتكم، لان كنا نوهنا لو حد حابب يعني يوجه اي رساله للنجم احمد التهامي يبعت لنا، فهنقرا ان شاء الله كل التعليقات دي مع احمد بس بعد الفاصل. لسه معانا النجم الرياضي الجميل الاهلاوي احمد التهامي، ولسه محاور كتير هنتكلم فيها، وهنبدا بالاهلي لان زي ما كنا بنقول كل الناس عارفه انت صحابك كتير قوي من اصلا الفريق، مين اكتر ناس من الفريق قريبين ليك دلوقتي؟ والله يمكن معظمهم يعني طبعا قفشه طبعا اخويا وحبيبي هو وايمن اشرف مقربين جدا وعلى طول في مناسبات بعض يعني، واخواتي جدا، وطبعا شناوي انا بحبه وصديق يعني طويل، وسعد سمير ومحمد الشريف
يعني لعيبه كتيره قوي يعني واخوات يعني. وفي الماتشات بقى ايه طبعا اكيد بتتابع كل الماتشات. اه طبعا لا الاهلي بتروح الاستاد انا عارفه دلوقتي يعني طبيعه الحال. لا خلاص الاهلي اصله انت عارفه دايما نقول لك ايه اللي بيحب البطولات ومتعود على البطولات يشجع الاهلي. واقع وتاريخ يا جماعه يعني اللي يحب الفن والهندسه يشجع الزمالك بس. ايوه انت كممثل تقول بس طبعا بس طبعا يعني الاهلي فعلا فريق قوي ماشي بخطى كويسه في النجاح وهو عامل شغل كويس في افريقيا يعني هو تاني المجموعه ولسه ليه ماتشات يعني يعني فحقيقي اللعيبه مقاتله جدا في الملعب عندهم مهارات فرديه بس دايما بيلعبوا بمهارات جماعيه واللعب جماعي يعني انا شايف ان في اصرار دايما اقول لك ايه الاهلي لا الاهلي مش حلو الماتش ده او مش فايقين اللعيبه قوي فجاه تلاقي الاهلي بيقاتل لاخر دقيقه وتلاقي الجون في دقيقه 90 احنا مع مرتبط طبعا القفشه ممكن القضيه ممكن. طب انت بمناسبه يعني قربك قوي من معظم لعيبه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي على الصعيد الشخصي بقى والانساني يعني هل بيكون في فجوه بين وجهه نظر الناس اللي قاعدين بيتفرجوا المشجعين وبين اللاعب يعني مثلا حد زي قفشه او غير قفشه يعني حد مثلا ايه اثار جدل معين في لقطه من لقطات المباراه والناس كلها قالت حاجه معينه عليه انت بقى لما بتلتقي معاه على الصعيد الشخصي والانساني تقول له مثلا الناس كلها شايفه كذا كذا او الناس كلها معظمهم بيقولوا كذا كذا على اللعب الفلانيه هل بيبقى يعني بيدور يعني ما بينكم النوع ده من الحوارات ويقول لك لا انتوا مش واخدين بالكم ان ساعتها كان كذا يعني فاهم قصدي والله بص هو بيحصل بس طبعا الجمهور انت عارف الجمهور لما بيشجع نادي من كتر عشقه فهو انت عايزك تكسب طول الوقت وعايز يشوف النجم ده هو طول الوقت اللي بيجيب اجوان يعني وتحصل على بطوله يعني احنا خدنا التاسعه ثاني يوم العشرة يعني يعني هو ده يعني ما عندوش طبعا. الجمهور ما عندوش مساحه ان لا انت لعبت وحش المره دي او انك عندك ظروف معينه او انك خارج من بطولات تقيله لعبتي بايرن ميونخ وفريق البرازيل وخارج من بطولات تقيله حتى انا يمكن قلت قبل كده ان الفرقه طبعا مجهده دي أكيد. بطولات تقيله ورا بعض فلازم في فتره اعداد بدني ان هم يقدروا يرجعوا تاني للبطولات كويس والحمد لله عاملين شغل كويس بيحصل ده طبعا انا يمكن ما قابلت وكان يمكن اول مره اقابله طبعا مروان محسن فاهم مروان انسان حقيقي جدع وانسان طيب وانا يعني يمكن المشهد اللي شفته ان هو الاهلي بيحتفل وهو حزين عشان ضيع ضربه الجزاء لا مروان مش اخر مطاف مروان انت لعيب كبير ولعيب مجتهد وانسان محترم حقيقي طبعا. يعني انسان محترم جدا فهو التوفيق بتاع ربنا فهو هيجي في وقته يعني وجه قبل كده كتير حقيقي يعني هو ليه يعني قبل كده تاريخ محترم جدا حقيقي ليه تاريخ بالظبط يعني مش هي دي اخر المطاف مروان لا انت بالعكس انت لعيب جامد جدا فانا طبعا الدعم طبعا لكل اصحابي وفعلا يعني لا بيحصل نقاشات كتيره جدا ما بيننا وفي الماتشات بيحصل حاجات وبتاع ولازم نقعد مع بعض نتكلم بيحصل ده كتير جدا يعني نروح بقى على السوشيال ميديا مش السوشيال ميديا المنتخب لا السوشيال ميديا لاحمد نقرا لك كده شويه حاجات الناس بعتنا بس عايزه اقول لك بجد يعني ناس قايله لك كلام حلو اشرف عاطف بيقول القلب الطيب الجدع ابن الاصول احمد التهامي ورمضان فتحي منورين الدنيا الناس المحترمه واكرامي المصري بيقول منور يا نجم النجوم واسلام حسيني منور القناه يا كابتن احمد وزينب صابر منور يا نجم النجوم ربنا يخليكم بص بقى مصطفى بيقول ايه مصطفى بن عادل بيقول لك لا مفيش اسئله انا جاي احط قلوب للحلقه العظيمه دي الله ميرسي يا مصطفى هاني الكولي ايه ال 3000 ايه ده كم سنه عشان تقدر تجيب لي جسمك واضح انه بيسال عن خدت منك يعني خد منك وقت قد ايه انك توصل للفورمه دي بس هو الصيغه بتاعته صعبه شويه العمر كله يعني الرياضه من الصغر انت بديت من وانت يعني انا الرياضه من الصغر يعني طبعا من 7 سنين سباحه العاب قوه بعد كده جودو ونظام اكل طبعا يعني الصغر بس طبعا كل حاجه يعني
في اي وقت نقدر نلعب رياضه ونقدر ان احنا نعوض صحيح نعوض اللي فات. حماده حبيب بيصبح علينا كلنا وعلى فريق العمل في القناه، وبيصبح عليك يا تهامي، وبيقول لك منور القناه، وبيقول لك سؤالي ايه اخر اعمالك الفنيه وما هي افضل المواقف الطريفه اللي جمعتك مع لعيبه النادي الاهلي. ومعاذ حمدي الازهري بيحيينا وبيحييك وبيقول لك نورت القناه. طيب نرجع بقى لسؤال حماده حبيب، اخر اعمالك الفنيه وافضل المواقف الطريفه او اكثر المواقف الطريفه اللي جمعتك مع لعيبه الاهلي. والله اخر اعمالي انا كان عندي فيلم زنزانه 7 طبعا مع اخواتي احمد زاهر ونضال الشافعي ومنى فضالي وعبير صبري وايهاب فهمي، وكان اخراج ابرام نشأت، وده كان اخر حاجه في السينما. عندي حاليا بصور يعني مسلسل انا حابه جدا، جواز فارس بلا جواز، طبعا مع 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 اخويا وحبيبي طبعا النجم مصطفى قمر، وانا بحبه جدا وطول عمرنا، يمكن هو مصطفى صديق عمر كمان، وطول عمرنا نفسنا نشتغل مع بعض، والحمد لله يعني انا بشارك معاه السنه دي في مسلسل فارس بلا جواز اخراج الاستاذ معتز حسام. وعندي احسن اب مع طبعا علي ربيع. طب ممكن بقى بمناسبه احسن اب ناخد سياده اللواء مصطفى التهامي والد الفنان احمد التهامي. سياده اللواء صباح الخير على حضرتك في البدايه. طبعا كل صباح الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا اهلا سياده اللواء، اهلا بحضرتك. كريم كلك اهلا بيك. صباح الفل يا فندم، وسعداء ومتشرفين بوجود حضرتك معانا. اهلا بيك. شرف كبير ليا والله. ده دينا احلى يا فندم. يعني سياده اللواء، اولا احمد دخل المجال بس يعني عنده كاريزما وناس حباه جدا، والحمد لله مسيرته لحد دلوقتي يعني ناجحه جدا. هل حضرتك لما جه في البدايه كده يقول لك انا عايز امثل، كنت حاسس ان هو هيوصل للنجاحات دي، ولا كنت حابب ان هو مثلا يمارس الهندسه كعمل وجنبها يمثل مثلا؟ عايز اعرف لحضرتك. والله هو احمد بصراحه يعني ابتدى حياته في كليه الهندسه وقعد فيها سنه واثنين وثلاثه، ولكن قابل راجل فنان عظيم، وانا حظي كويس مع العظمه دايما الفنان عادل امام طبعا، وجذبه لهذا المجال، وما قدرتش احل المشكله الا بان انا اخليه يكمل بقى في لازم بقى معاناه عليا طبعا. صح. كمل بقى في الزراعه واستمر مع الفنان الكبير عادل امام. يعني اكتر دور حضرتك بتحبه لاحمد اي دور او اي عمل يا فندم؟ والله يعني الادوار كتيره وادواره متقنه بصراحه، واعظم يوم النهارده بشوفه في اعظم قناه واعظم نادي دلوقتي. يا سلام يا سلام يا فندم. انا حظك على فكره كبير في التعامل مع العظماء، يعني انا طبعا خريج اعظم مؤسسه عسكريه في العالم يعني طبعا بلا تحيز يعني 7000 سنه طبعا طبعا سياده اللواء، سواء كانت الكليه الحربيه او الجيش المصري طبعا. صحيح. وعلى فكره عندنا برضو مؤسسه عظيمه جدا بتساند الجيش المصري في كل الاحوال، مؤسسه الشرطه وزاره الداخليه طبعا. لا تقل عن الجيش في عظمتها بصراحه، بدايه الناس دي كانت ورا ظهرنا في حرب 73، يعني البوليس ما شافناش، وزاره الداخليه ما سابتناش في حرب 73، كانت ورا ظهر الجيش المصري طبعا يا فندم طبعا. بنتكلم عن يعني مصر، يعني احنا بنتكلم كده عن مؤسسات بس كلنا في الاخر طبعا مصر دور عظيم جدا يعني، واكيد كمان تحيه لحضرتك يعني سياده اللواء. بس الله يخليك. صباح الخير، منور الدنيا والله العظيم يا سياده اللواء، عامل ايه يا جنرال؟ انت فاكر يا احمد لما قعدت تعيط انت واخوك عشان تروح تتفرج على بيبو؟ والله لسه بقول لهم دلوقتي بيحكي فيها لسه والله وقفوني مستنبه كده، وانا كنت تعبان لكن اضطريت ان انا اخضع ليهم وخدتهم للسفر. كان لسه راجع من الشغل وحقيقي كنت لسه راجع من الشغل وتعبان، وكان بالبدله الميري على طول على الاستاد، وخدت اللبس وخدتهم الاستاد عشان يتفرجوا على بيبو زي. وحبيبهم النادي الاهلي طبعا. حقيقي طبعا. لا بس واضح ان محبه احمد للنادي الاهلي برضو فيها جزء وراثي من حضرتك، يعني حتى نبرتك وانت بتتكلم عن النادي الاهلي شيء عظيم جدا. احنا بنحيي حضرتك. اول ما يخش من البيت يا كريم كان قبل ما يعمل اي حاجه على طول الماتش شغال، يقوم هو يعني هو كام ويقعد قدام التلفزيون ما يعمل لا ياكل ولا يشرب ولا حاجه، وجاي من الشغل تعبان يعني صاحب. يبقى انت مش جايب بقى النقطه دي من بره فعلا. سياده اللواء اتشرفنا بوجود حضرتك معانا، صباح الفل عليك، وارجوك تابع معانا بقيه اللقاء مع احمد، دورت الدنيا فعلا. بالتطالب اعظم قناه لاعظم مؤسسه رياضيه في مصر. هي نورتنا سياده اللواء، شكرا لحضرتك. اهلا بيك استاذ العوادي، اهلا بيك. اهلا بيك استاذ كريم، اهلا بيك. صباح الفل يا فندم. صباح الفل.
لا الوالد ما يقلش جمال عامل ايه بجد. ايه العيله العسل دي؟ لا هو يعني برأي شوف اللي هو وقوات مسلحه بس شخص لطيف وبحبوح كده في الكلام. صحيح حبيبي ربنا يديله الصحه حبيبي كريم ربنا ما يحرمنا منك. حلو ان هو كان بيشجعك كمان يعني واضح ان هو كان حابب يعني او فرحان بان انت خدت قرار زي كده ونجحت فيه. صحيح يمكن في الاول برده كان صعب لان هو كان يعني مش معترف بده لان برده هو مش عارف الخطه عامله ازاي و هو طبعا كان عايزني كليه حربيه و كنت اسمع اقول لك بيبقى طبعا ان انا اطلع ضابط وانا من وانا صغري يعني كنت اتفرج مثلا على فيلم رصاصه اللي تزال في جيبي او افلام حرب اكتوبر وكان الافلام التسجيليه كمان ماتشات منتخب مصر انا كنت وانا طفل صغير كان جسمي اشعر ان انا دي مصر وانا عايز اخش وعايز احارب وعايز بس هو جه في وقت الفن اخذني بطريقه رهيبه جدا وابتديت اعلانات يمكن ابتديت اهزر فاعمل اعلانات فلقيت نفسي بطل اعلانات وكنا في الفتره دي كنا بنشتغل اعلانات مع النجوم دلوقتي موجودين على الساحه كنا بنشتغل واحنا مع بعض وكنا اصحاب فحبيت الكاميرا فالكاميرا اخذتني وقلت انا مهتم بالرياضه وممكن في يوم من الايام اوصل الرساله دي من خلال ان انا اعمل فيلم زي فيلم رصاصه اللي زال في جيبي زي و و و لا وتوظف الرياضه كمان في الفن بالظبط واجسد الشخصيات دي فالفن اخذ طبعا الوالد يمكن في الاول كان معترض شويه على السينما وبعد كده لما زي ما هو قال اني لما لا فجاه ان انا بعمل دور كبير وده طبعا من يعني من رضا ربنا سبحانه وتعالى ان انا بعمل دور كبير مع استاذ عادل امام طبعا ودور مهم يعني انك انت تمثلي مع استاذ عادل امام حاجه وانك تنجحي كمان صح مع استاذ عادل امام صح. دي حاجه ثانيه يعني إن مش كل اللي مثلوا معاه طبعا استمروا او علقوا في ذهن الناس فدي نقطه فعلا طبعا يعني طبعا هي طبعا بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني هو ربنا اللي اراد فدي الحمد لله هو من هنا اقتنع ان انا خلاص انا عايز التمثيل. طب نرجع بقى تاني للكوره ونشوف موضوع قفشه كده على الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي. هنسيبك انت تعلق لنا بقى على الفيديو ده. هنا ايه اللي حصل؟ ادالك تي شيرت ولا انت اللي كنت جايب له هديه ولا ايه الموضوع هنا؟ غصب عنه خدها غصب عنه. هو هنا كنا بنحتفل بعد الثلاثيه بعد بطوله الثلاثيه وكان بعد القضيه 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 ممكن طبعا وحقيقي كنا بنحتفل انا وقفشه وبعدين هو كان قفشه عازم كل اصحابه في الحفله دي وكان الديك الرومي ده بعيد فانا يعني هتحطه قدامنا الاكل بس الديك الرومي ده كان الناحيه الثانيه وانا عايز الديك الرومي ده يجي هنا فقلت له قفشه انا عايزين الديك الرومي ده نعمل بيه فيديو هو قفشه ما كانش عارف ان احنا بنعمل ودي كانت نهايه الديك الرومي دي كانت نهايه الديك ومن هنا عرفت اجيب الديك في الفيديو احمد معايا سؤال بقى بس راجل اللي ساله هاني الخولي بيقول انت متجوز ولا مش متجوز ولا ايه ولا متجوز جوه المجال ولا عايز في عروسه يعني واضح عايز يطمن عليك لا الحمد لله يعني انا متجوز وعندي اولاد الحمد لله من جوه المجال ولا من بره لا من بره المجال المجال وعندي مصطفى وخديجه والحمد لله عندهم قد ايه خديجه 12 سنه ما شاء الله دي عروسه اللهم صل على النبي انت كأب عامل ازاي في البيت والله اصل انت من غير حاجه ليك هيبه اللهم صل على النبي فيعني الولاد دول ما ينفعش يعملوا حاجه يعكدنوا عليك يعني هقول لك على حاجه كريم يمكن والدتهم شديده شويه انا صعب يعني تيجي مثلا تقول لي في التليفون اما تيجي اعمل كذا وقفش عشان مثلا مصطفى لعب شويه وبعدين مصطفى واخد الحب بقوه وجريء فمصطفى عنده 7 سنين بس هو مصطفى جريء شويه فتقول لي اقفش عليه عشان طبعا بخش البيت انا سيبهم طول النهار في شغل وبتاع بخش البيت ما يعني مش عارف اقدرش اعمل ده يعني وتلاقيهم بيتنططوا عليا وما اقدرش اقول لهم بس ولا اي حاجه يعني ببقى مبسوط لما بشوفهم لا والدتهم بقى هي اللي بتاع فتيجي تقول لي انا مش قلت لك لازم يبقى في بالانس يعني لا انا ما اقدرش ما طب خلاص المره الجايه اوعدك ربنا يفرحك بيهم يا احمد ربنا يفرحك احلى عرايس وعرسان في الدنيا حبيبي ربنا يخليك هو الوقت خلص للاسف الشديد وبس مش هنقدر ما عندناش وقت للاسف نقرا توقعات حضراتكم بس من اللي احنا شفناه اقول لحضراتكم ان التوقعات بتاعه الماتش كلها تقريبا بنسبه 80% انتوا باعتين 2-0 فان شاء الله دي تكون النتيجه لماتش المنتخب منتخب بكره باذن الله وطبعا زي ما انا قلت هي فعلا عشان مؤسسه احنا عندنا 8 لعيبه مهمه جدا في المنتخب وطبعا محمد صلاح نجم العالم طبعا احنا ممكن ما كانش في وقت احنا نتكلم عنه كل توفيق بكره للمنتخب ان شاء الله باذن الله نورتنا يا احمد ونشوف حضراتكم باذن الله يوم الاحد وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي